بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وأن عذابي هو العذاب الأليم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل: لا أتصدقن بصدقة. فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق، فأصبحوا يتحدثون: تصدق الليلة على سارق. فقال: اللهم لك الحمد على سارق، لا أتصدقن بصدقة. فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية، فأصبحوا يتحدثون: تصدق الليلة على زانية. فقال: اللهم لك الحمد على زانية، لا أتصدقن بصدقة. فخرج بصدقته فوضعها في يد غني، فأصبحوا يتحدثون: تصدق الليلة على غني. فقال: اللهم لك الحمد على سارق وزانية وغني. فأتي فقيل له: أما صدقتك على سارق فلعله أن يستعف عن سرقته، وأما الزانية فلعلها أن تستعف عن زناها، وأما الغني فلعله أن يعتبر فينفق مما أعطاه الله. وفي رواية لمسلم والنسائي: فقيل له: أما صدقتك فقد تقبلت. وذكر الحديث. وهذا حديث آخر من الأحاديث التي تدل على أن نية الإنسان يؤجر عليها حتى ولو لم يصب في عمله. حديث عظيم، وهو في الصحيحين حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أن رجلا أراد أن يتصدق بصدقة، فخرج 3 ليال في كل ليلة يعطي إنسانا هذه الصدقة يظن أنه محتاج لها، ويأخذها هذا الإنسان ويحدث بها في اليوم التالي على وجه السخرية ممن أعطاه. فهو يعطي في الليل للفقير في ظنه أن هذا فقير أعطاه هذه الصدقة، طلع حاجة تانية خالص، مش فقير ولكنه طلع إنسانا آثما، إنسانا واقعا في كبيرة من الكبائر. 3 ليالي وراء بعض يفعل الرجل ذلك، ويعلم من الناس أنه لم يعطي الصدقة لمن يستحقها. في المرة الأولى تصدق على فقير رآه، فإذا بهذا الفقير ليس فقيرا ولا شيء، إذا به لص سارق، فيصبح الناس يتكلمون كأن هذا السارق أصبح يسخر ويتحدث: إن واحد اداني صدقة بالأمس. فالناس يتعذبون، واحد ما الأشل للحرام اللي تلو الصدقة، فيصل إليه الأمر. فإذا به يصر على أن يصيب، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا. يبقى تصيب الهدف إذا لم يكن يبقى بجواره، وتؤجر على كل حال. فالرجل أصبح في الليلة الثانية، أو جاء في الليلة الثانية يريد أن يتصدق بصدقة أخرى يعوض بتاعة امبارح اللي ما نفعتش في ظنه، فيعطي لامرأة. طيب امبارح كان الرجل طلع حرامي، امرأة غلبانة هتكون إيه بقى؟ فيعطي للمرأة، فإذا بها امرأة بغي زانية خرجت للحرام، وإذا بها تحدث الناس، ويصبح الناس يتحدثون: شوفوا اللي بيتصدق مش لاقي حد فقير، عم يدي لهذه الزانية. وإذا بالرجل لما يعلم ذلك يقول: الحمد لله على سارق، الحمد لله على زانية، الحمد لله. طيب ما نفعتش لا دي ولا دي، نتصدق بصدقة ثالثة هذه الليلة. ويخرج فيجد إنسانا في ظنه يستحق، يطلع رجل غني، غني هذا اللي أخذ الصدقة في هذه المرة، يبقى على لص سارق
وعلى امرأة بغي زانية، والآن على واحد ما هوش محتاج إنسان غني. فتحدث الناس أيضا متعجبين، هذا اللي بيدي صدقة كل يوم مش عارف يديها لحد، إيه الأمر فيه؟ فإذا بهذا الرجل يقول الحمد لله على ثلاثة ما يستهلوش، نغلط ثلاث مرات، فكأنه حدث في نفسه شيء، إنه يعني أنا غير موفق. والإنسان الذي يريد أن يصيب الخير ثم لا يجد نفسه أصابه يتهم نفسه، إيه اللي حصل لي؟ أنا بعمل، أنا ضروري أنا غير موفق في هذا الشيء. فإذا بالله يطمئنه بفضله وبكرمه سبحانه، ينام الرجل فيرى في منامه من يقول له صدقتك تقبلت، ثلاثة مقبول، نجحت في الامتحان. الإنسان حين يظن أنه ضاع، أنه ما فيش حاجة نفع من اللي بيعمله، لا، كل هذا نفع عند الله سبحانه، قبل الله منك هذا كله، صدقتك مقبولة، الصدقة مقبولة، ويمكن أنت سند سنة حسنة كمان لهؤلاء الثلاثة. أما اللص فلعله يتوب. اللص حقود على الناس، شايف الناس معاهم ما يقولون أولى باللي في جيبك منك، بياخد اللي معاك، فلما يجد من يعطيه أعطاه ما لا ينكسف على دم، ما يمدش إيله بعد كده. فقيل لهذا الرجل أما اللص فلعله أن يتوب، بالصدقة اللي انت اديتها له يمكن يرجع يفكر للناس فيهم خير، بلاش الحقد على الناس، بلاش أخذ أموال الناس بالباطل. وأما المرأة الزانية فلعلها أن تتوب وأن تعف عن زناها، يمكن لدفعها للوقوع في هذا الشيء الحاجة للمال أنت أعطيتها، تقوم ترجع عن هذا الشيء، لعلها أن تعف وأن تتوب عن زناها. وأما الغني فلعله أن يتصدق، يكسب بقى من نفسه، إن واحد إداني وأنا غني معي ما، طب ما أنا أتصدق أنا أيضا. طيب لو أن هذا اللص تاب إلى الله، يا ترى أجر الرجل ده حيكون إيه؟ هو عايز يدي صدقة، والصدقة بعشر أمثالها، الآن لا، دي مش صدقة وبس، صدقة وتوبة إنسان كان وقعا في كبيرة من الكبائر. شوف الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا خير لك مما طلعت عليه الشمس. إذا ربنا هدى على إيدك واحدا خير لك من كل ما في الدنيا من كنوز ومن أموال، هدى على إيدك هذا اللص حيكون خير لك من كل أموال الدنيا لو أنك تصدقت بها. هذه المرأة الزانية لو أنها تابت إلى الله عز وجل كلك أجر، تتوب وتتعبد لله، تقوم أنت كل عبادتها هذه تؤجر أنت عليها أيضا. كذلك الإنسان الغني، يطرح حيطلع عليه صدقة هذا الغني من ساعة ما أنت أعطيته لغاية ما يموت هذا الإنسان، وأنت تؤجر على ما أعطاه، يبقى هنا أجل مضاعف وكبير لم يكن على بال هذا الإنسان. كم من إنسان يفعل الخير وليس على باله الأجر الذي فيه. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضا الله لا يقدر ما تبلغه هذه الكلمة، يصل بها إلى الجنة، كلمة يرضي بها ربه. وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يدري ما تبلغ به، تهوي به في النار. الإنسان يقول كلمة هو مش واخد باله إيه اللي بيقول، ولكن قال كلمة يا أخي تصدق، راح التاني هذا راح تصدق وعمل كثير، وهذا الأول ما خدش باله، نسى الكلمة التي قالها، فإذا به يوم القيامة يقول أنت أمرت بكذا ففعل هذا وفعل هذا وفعل، كلك أجور كل هؤلاء، مش على بال هذا الإنسان هذا الشيء. كذلك إن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله تهوي به في النار 70 خريفة، مش داري هو بيقول إيه، وقال كلمة سخرة من الدين، سخرة من إنسان مؤمن، ضيعت عليه دنياه وأخرى، هوى بها في النار بكلمة لم ينتبه لها. لذلك الإنسان المؤمن يعد كلماته ويحسب على نفسه ما الذي يقوله وما الذي يفعله، لا يدري هذه التي تهلكه ولا هذه التي تنجيه. فهذا الرجل فعل هذه الثلاثة الأيام 3 صدقات كلها بنظرة الناس ما فيش فيها حاجة، لا شيء له، ولكن عند الله عز وجل 3 أجر عليها أعظم الأجر كما سمعتم. أيضا من الأحاديث حديث رواه النسائي وابن ماجه من حديث أبي الدرداء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم يصلي من الليل فغلبته عينه حتى أصبح،
كتب له ما نوى وكان نومه صدقة عليه من ربه. النية عظيمة جدا. حين تذهب تنام وانت على بالك حقوم الساعة 3 قبل الفجر بساعة عشان أصلي لله عز وجل، أصلي ركعتين، أقرأ قرآن، أفعل كذا، وبعدين نمت وزبطت المنبه وجاء الوقت رحت في النوم ما دريتش بنفسك إلا مع أذان الصبح، إيه الأمر الآن؟ تعمل إيه؟ إذا كان الأمر على ذلك فإذا بك تؤجر أعظم الأجر على هذا الشيء. يقول لك النوم اللي انت نمته هذا صدقة من الله عليك، تصدقنا عليك بذلك. الله كريم، الله رحيم، الله لطيف بعباده سبحانه تبارك وتعالى. تخيل وانت مستريح ونايم وربنا يقول لك خليك نايم ما تصليش النهاردة ومكتوب لك الأجر. سبحان الله، أجازب مرتب، أنت نايم وأنت لم تقصد هذا الشيء، أنت عايز تقوم ولكن الله تصدق عليك، نام استرح ونكتب لك هذا الأجر على ذلك. فعلى ذلك الإنسان المؤمن يتعامل دائما مع ربه بالنية الحسنة، بالنية الحسنة يؤجر الأجر العظيم عند الله. لما يجي يوم القيامة يلاقي جبال من الحسنات، جبال من الحسنات، قال أنا ما عملتش هذه الجبال من الحسنات، إيه؟ لكن لا، هذه أعمال أنت لم تعملها ولكن كنت بتدعي يا ربي كذا يا ربي، ما اديناكش في الدنيا وأعطيناك الآن مكانها حسنة. يا سلام، يا ريتني ما استجب لي ولا دعوة من الدعوات اللي دعيتها في الدنيا، كانت ادخرت لهذا الوقت. شوف قد إيه حين تطلب وتسهر يا رب الدين يا رب الدين وبعدين ما ادكش حاجة، تتحسر وتتضايق. يمكن بعض الناس مش خلاص مش حد يتعي، لكن الله عز وجل أعطاك. الله حيي كريم سبحانه، الله كريم. يستحيل ترفع إيديك تقول يا رب يا رب ويردها صفرة، لا لا لا، هذا من الله عز وجل لا يكون أبدا. ترفع إيديك يا يديك حالا، يا يكف عنك من الشر أشد مما طلبته من الخير، يا يحوش لك اليوم القيامة عند الله. ثق في ذلك وأكثر من الدعاء واطمع فيما عند الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سألتم الله فسلوه الفردوس الأعلى من الجنة. ما تقولش يا رب حطيني على باب الجنة، ما تقولش، لا ما قال لكش، قال لك اطمع، اطمع في الجنة واعمل لها، تقوم تطلب يا رب عايز الفردوس الأعلى، فإنه أعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة. طالما أمرنا أن نطمع فيما عند الله والله نطمع فيما عند الله سبحانه، ونرجو من الله عز وجل الخير ونلح في الدعاء. استجاب لنا في الدنيا حمدنا الله سبحانه، لم يعطنا في الدنيا نثق أنه لن يحرمنا في الآخرة، فالله عنده الأجر العظيم. نيتك مع الله، تصدق مع الله سبحانه، تصدق كلامه وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، تعمل من أجل ذلك. فكم من نية حسنة بلغ عليها الإنسان أعلى ما يقدر عليه، فأحسن النية وأحسن العمل. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.